2 سنين، وبعد كده مدرسة رسم لمدة 3 أشهر، وبعد كده اتجوزت وسافرت مع جوزي دولة عربية. الكلام ده من 9 سنين تقريبا، وكنت بدأت قبل ما اسافر شغل الهاند ميد بالاكسسوارات، وقررت ان انا وانا مسافرة لازم اخد خامات من مصر، احجار وخامات تخص المجال دوت، عشان اشتغل في الدولة اللي انا فيها واكمل اللي انا بدأته، وكمان علشان ما احسش بملل وغربة. بالفعل عملت كده، والحمد لله اشتغلت وعرفت ان انا ابيع من الخامات والاكسسوارات اللي انا اشتغلتها. وبعد كده اكتشفت ان في البلد دي موجود معارض وبازارات كتير، بدأت ان انا اشارك فيها، وكمان دخلت لوحات فنية، والحمد لله كان في نجاح في الموضوع دوت، وكمان كان جوزي بيدعمني جدا. بدأت ان انا بعد كده افكر لو انا ادخل خامة جديدة زي الصلصال الحراري، لانها كانت شداني جدا. انا كنت بجيب كل خاماتي من مصر عن طريق اختي صغيرة، كانت بتشحنهم لي لغاية الدولة اللي انا فيها. بدأت ان انا ابحث عن الصلصال الحراري، ما كانش في اي طريقة ان انا اتعلمه غير ان انا اعلم نفسي عن طريق اليوتيوب، وبالفعل ركزت في الموضوع ده جدا لغاية ما اتعلمته، وطلعت مجموعة معالق اشتركت فيها في معرض كنت بحطها جنب الحاجة بتاعتي. لقيت اقبال كبير جدا من الاطفال، وحسيت ان هو ده المجال لازم اتميز فيه. سبت الاكسسوارات وسبت اللوحات وركزت شغلي كله في الصلصال الحراري، لان ما كانش في اي حد في الدولة اللي انا فيها بيشتغل في الخامة دي. بدأت اعمل معالق، بدأت اعمل اطباق، بدأت اعمل كوبايات، بدأت اعمل اطقم شاي، توك، حاجات كتير قوي. خلال الفترة دي انا كمان اشتغلت مهندسة ديكور لمدة 4 أو 5 سنين، مهندسة ديكور شركة مقاولات، وكمان مكتب ديكورات، بس كان في فترات متقطعة، لان انا كنت كل ما اجي اولد بنت، انا عندي بنتين، كنت كل ما اجي اولد بنوتة منهم اخد اجازة من الشغل. بس شغل الهاند ميد كان مستمر من ساعة ما انا وصلت البلد هنا لغاية دلوقتي. انا الحمد لله ما وقفتش شغلي الهاند ميد خالص، مشروعي شغال زي ما هو، بحاول على قد ما اقدر ان انا اكبره.